إذا جمعنا كل الناس كل الناس اللي محتاجتهم لهول الناس بيطلعوا نص لبنان. يعني هول السبع أشخاص أو السبع أحزاب اللي حاكمين البلد قالوا نص لبنان. تخيل السبعة كلهم مع بعض، كل الأحزاب جابوا بالانتخابات مرة من المرات انتخبوا نص لبنان. يعني معناتها النص الثاني منه مقتنع فيهم، وقال لك نزل انتخبهم. يعني معناتها النص الثاني مستقل متحرر، منه مؤمن فيهم ولا مؤمن برسالتهم لأنه جرب وما اخذ اللي بده اياه. طيب هلا شو رايك انت حيصير ببيروت؟ ليه عم تضحك؟ شو رايي حيصير ببيروت؟ ايه اكثر من اللي صار؟ طيب ليه عم تبتسم؟ لانه بيروت عزيزة، بيروت عروس، بيروت احلى بنت بالعالم، كل العالم بتحاول تتمصلح عليها، بس بيروت دائما بتضل احلى بنت. كل شيء دائما بتشيل عنا الخبره، دائما بترجع.